يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي يتاجر في أعلاف الماشية فيشتري عند الحصاد ثم يخزن في المستودع، فإذا ارتفع السعر بعد مدة قام بإخراجه وبيعه، هل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ الاحتكار إنما هو في الأشياء الضرورية، أما الأشياء الكمالية ليس فيها احتكار، الأشياء الكماليات ليس فيها احتكار، وأما الأشياء الضرورية كالأطعمة والملابس والأشربة التي يحتكرها والناس بحاجة إليها هذا هو الاحتكار الملعون من فعله. نعم.